أو لما يجاوب على سؤال صعب في مدرسته، أو لما يكتشف موهبته وينميها، لأن شباب مصر وأطفالها هم أملها الكبير اللي عمره ما خذلها. دلوقتي هنفتح باب المداخلات للحضور الكرام. مساء الخير، ازيك يا ست الرئيس؟ أهلا يا حلوة، ازيك؟ الحمد لله، كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيب وانت بخير وصحة وسلامة، ربنا يخليك ويخليك يا جميلة. أنا اسمي روان سيد أحمد، أنا عندي 10 سنين، أنا بنت من أبناء قصر ثقافة الأسمرات، وليا الشرف إن موهبتي طالعة من قصر ثقافة الأسمرات، وأنا موهبة الشعر. ما شاء الله. هلقي لحضرتك شعر بعنوان طوبك الأخضر للشاعر حشمة الصادق. طيب اتفضلي. طوبك الأخضر بيوحشني جوي لونه، وانا في البعد عنك دايما بقول فينه، واسرح في لونك في نظرة عيونك، في اسمك في رسمك الهي يصونك، الهي يجعل مخدر نجيلك، وبكرة هجيلك واشرب من فناجيلك، وامسح دموع الغربة في منزلك، يا لابسة ثوبك من جريد النخيل، وبني بيتك على شط نهر النيل، يا مزوجة الشباك يا منورة الجناديل، يا نهر جاري من الكرم ما يعرفش معنى بخيل، يا صاحبة الجلة والصحن والحلة، يا ايد ماسكة الرحايا وايد تسرب الغلة، يا نايمة على سرير فيه 300 ملة، اصيلة بصحيح وتملي مشرفاني، امال ليه بقولك يا مصر وحشاني، يا مصر وحشاني. شكرا. جميل جميل والله، ما شاء الله عليك. هنكمل بقى على طول المدرسه وبنذاكر كويس. بنذاكر كويس؟ ايوه. يعني بنطلع الاول كده؟ ايوه. على الولاد وكله، على الولاد مهم جدا. شكرا يا روان. مساء الخير يا سياده الرئيس، انا اسمي يوسف عبد الله، انا طالب من طلاب مبادره الجيل الجديد. احنا بنحب سيادتك يا سياده الرئيس، وبنشكر حضرتك على مبادره الجيل الجديد اللي احنا فيها، اتعلمنا حاجات كتير وشفنا الانجازات اللي اتحققت في بلدنا، زي قناه السويس الجديده وانفتح يا مصر متحف الحضارات، وكمان في المبادره كلمونا عن الشهداء وعلمونا معنى الشهاده، وعرفنا ان الشهداء دول هم الناس اللي بتموت وبتضحي بحياتها عشان احنا نعيش. انا قلت للضباط لما اكبر نفسي ابقى زيكم، قالوا لي اهتم بدراستك وبصحتك وان شاء الله لما تكبر هتكون ضابط. ربنا يخليك لينا ويبارك في حضرتك، انت اللي خلتنا بجد نحلم ونصدق حلمنا. ربنا يكرمك يا يوسف، ولازم يا يوسف تصدق حلمك، وانا اكبر منك شويه، كنت بمشي في ال لما امشي يعني فشوف مناطق صعبه. انا قلت الكلام ده قبل كده يا يوسف، وانا انسان عادي يعني زيك كده برضه صحيح، فكنت اقول لو ايدي طالت هعمل حلو. كان ايه؟ كان حلو. كان حلو وربنا اراد، احنا في جزء من الحلم. طب الحلم خلص؟ لا لسه الحلم لسه. ايه؟ مخلص بيكوا ان شاء الله، وان انا اشوفكوا في احسن حال، انت وكل الناس اللي زيك، مش بس هنا، في كل مصر، طالما الناس كلها بخير وسلام وفي احسن حال، انا ابقى الحلم كده ماشي في طريقه. فاحلم، اوعى تبطل حلم، مش انت وبس، عشان صغير، الصغير والكبير، لأن ربنا موجود. ربنا إيه؟ موجود. موجود وتحلم ويحقق لك حلمك لما تجري عليه، وتحلم وكل ما حلمك مخلص وأمين وكمان جميل، هتلاقي ربنا بيساعدك. هتلاقي مين؟ ربنا بيساعد، وربنا فوق الكل بقى، صاحب الملك كله. ف احلم، كلنا نحلم ونجري على حلمنا، وربنا موجود ان شاء الله مجبور الخاطر.
شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. زي حضرتك يا سيادة الرئيس. اهلا وسهلا. حضرتك ده شرف لنا جميعا ان حضرتك تبقى موجود معنا النهارده. اتفضلي. حضرتك انا نعم امام من حي الاسمرات، مامة محمد محمد في مبادرة الجيل الجديد، وانا قاعدة في حي الاسمرات، وده شرف لي ان انا اكون موجودة في حي الاسمرات. انا بشرف في اي حتة ان انا من حي الاسمرات، والبركة في حضرتك. طب انا هقولك بس عشان قبل ما تكملي كلامك، والله العظيم انا بحلف ده شرف لينا ان احنا نقدر نجيب الناس وتقعد في 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 الاسمرات وكده. انا بحلف بالله. ربنا يخليك لينا يا رب. يخليك. ربنا يخليك لينا. حضرتك معايا ابني برضو في مبادرة الجيل الجديد، كنت حابه اتكلم عن اللي احنا حاسين بيه. حضرتك غيرت المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه، واحنا كمان اتغيرنا، وكمان المبادرة بتعيد تربية أولادنا. بجد يا ريس مفيش كلام يوفي حق حضرتك فعلا، ربنا ينصرك يا رب. شوف أنا هقولك على حاجة. أنا كنت المفروض أنا يعني أرحب بكم الأول وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين جميعا ورمضان كريم، وكمان أقول لأشقائنا المسيحيين وأهلنا لأن هم كمان صايمين زينا كده، فهم كل سنة وهم طيبين. صحيح، لكن عايز أقولك على حاجة. فضل. إحنا زي ما قلت ليوسف كده، إحنا كنا بنحلم بالموضوع دوت وربنا سبحانه وتعالى أراد، بس كل ما هتعملوا أكتر أنتم بقى، أنتم مع نفسكم مع أولادكم، هتبقى هتخلوا الحلم ليه معنى أكبر من كده بكتير. لأن أولا إحنا كلنا أولاد مصر، وبالمناسبة يا أختي يا نعمة أنا عايز أقولك على حاجة. فضل. محدش مننا ليه فضل عليكم، ده الفلوس دي فلوس مصر، يعني مش صحيح ده يخليك ويخليك. أنا بقول لكم عشان الكلام ده اللي كل الناس اللي بتسمعني دلوقتي، حضرتك والناس اللي موجودة هنا وحتى الناس اللي في بيوتها، احنا ما بنجيبش، حدش بيجيب حاجة من جيبه، بس كان هيبقى جميل قوي ان احنا نحس ان كل اللي بنعمله ده كمان انتوا مع بعضكم تحبوا بعض اكتر وتساعدوا بعض اكتر، عشان يعني مش عايز اقول ندفن كل اللي فات ونبص لقدام لولادنا ولينا ونحسن. هو الدفن فعلا. يعني عايز اقول لك ايه، انتوا مع بعض واحنا معاكم، وصدقيني لما بتكلم مع المسؤولين بقول لهم عايزين نعمل برامج مخلصه. برامج ايه؟ مخلصه. مخلصه يعني ايه؟ يعني نبقى مش يعني يبقى من قلبنا ان احنا بنجري ونغير ونساعد بعضنا عشان انتوا اهلنا. عشان انتوا ايه؟ اهلنا. اهلي انا اتشرف ان انتوا اهلي. يا ربي. عشان بس النقطه لينا. انت هتتكسف تقول لي ايوه اهلي. امال ايه؟ ما انا قلت لك انا راجل بسيط يعني زيكم كده. انا بتكلم بجد. البركه في حضرتك يا ريس. البركه في ربنا، هو ربنا اللي عنا على كده، والشكر دايما موصول لله ان هو اللي ساعدنا ووفقنا ان احنا نعمل ده، فنقول له متشكرين يا رب. الحمد لله. الحمد لله. المهم اكتر الحمد لله. الحمدك مش كلام، الحمد مسار، يعني طريق نمشي فيه. الطريق ده ان احنا نعظم كل حاجه موجوده معانا. لو حد فينا ما بيقراش ويكتب، وحد فينا بيقرا ويكتب، ما نستكترش على نفسنا ان احنا نعلمه. لو حد فينا ما بيشتغلش وحد فينا بيشتغل شغلانه كويسه، ما نستكترش ان احنا نعلمه. ما فيش حد بينا ضعيف، ما حدش منا يبقى فقير. صدقيني انا بقول الكلام ده لكل المصريين، مش لحضرتك ولا للناس بتوع الاسمرات ولا بشاير ولا اهالينا، لكل الناس. طول ما القلوب تبقى مع بعض لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيساعد ان شاء الله، يساعد بافكار ويساعد بدعم ومسنده
انا ما اعرفهاش، هو ربنا بقى اللي يعمل ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه. طيب. عايزه تقولي حاجه تانية؟ ايوه عاوزه اقول اتفضل. حضرتك مبارد الجيل الجديد، حضرتك البركه في حضرتك، هي فعلا غيرت اولادنا، يعني احنا لقينا في تغيير فعلا، الاولاد اهتموا بالدراسه والرياضه، وكمان بقوا حريصين ان صورهم تبقى موجوده في في رحله الشرف اللي بتتعمل في نهايه كل فعاليه للمبادره. فعلا الاولاد اتغيرت، وبجد يا ريس يعني احنا مش، انا مش لاقيه كلام ما اقوله لحضرتك. حضرتك كمان يعني انت الوحيد اللي افتكرتنا، فعلا انت اللي خليتنا نحس ان احنا زي باقي الناس، انت الوحيد اللي افتكرتنا ونصفتنا، احنا بظهرك ووراك. ربنا يبارك لك ويعينك ويقويك وينصرك ويخليك لينا يا رب. متشكر جدا، وربنا يقدرنا على كل حاجه جميله، واللي اتعمل ما اتعملش بيا لوحدي، اللي اتعمل اتعمل بينا كلنا. في ورا كل حاجه بتتعمل في مصر ناس كتير، فمش انا يعني، كل الناس المسؤولين الموجودين معانا هنا، واللي حتى اللي مش موجودين معانا ليهم دور في ده، وانا يعني فرصه ان اقول لهم متشكرين، متشكرين واكتر، متشكرين ونشتغل اكتر. انا بس حاجه عند نقطه مهمه انت قلتيها، ان قلت ان الولاد وكده، انا عايز اقول لكم على حاجه، المفروض ولادنا دول، ولاد وبنات، ما يشوفوش فينا ابدا تعبير مش جميل. انا بتكلم مش على حضرتك، حتى لما بنلاقي يعني عمل يعني في دراما ولا كده، المفروض ان احنا الفاظنا، احنا بنتكلم وبنحسن من كلامنا وبنحسن من سلوكنا، وبالتالي عشان نعمل ده احنا محتاجين كلنا نراقب نفسنا. الكلام اللي بيطلع من هنا يعني حسيب رقيب، حسيب رقيب، بيتحسب علينا ومتراقبين فيه. فاحنا يعني اصل النهارده يوم جميل بصراحه، والله العظيم بيك يا ريس وبيكوا كلكم، انا في وسطكم كده في نعمه كبيره. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. وانت طيب. شكرا لك. مساء الخير يا ريس. اهلا وسهلا. انا منال علي سعيد، غريمه من الغريمات اللي اتفرج عليها اول يوم رمضان. حبينا نيجي النهارده ونشكر حضرتك ونقول لك شكرا ان انت فرحتنا باول يوم رمضان وسط عيالنا، وربنا يسعدك زي ما اسعدتنا في فطار وسط عيالنا. احنا كنا في ضيقه وكرب شديد، وحضرتك اللي فكت ضيقتنا وكربنا. احنا ماضينا ايصالات وجبنا احتياجات اكبر من طاقتنا، بس جايين النهارده نوعدك ان عمرنا ما هنعمل كده تاني، وربنا ما يرميك في ضيقه. امين يا رب. وينصرك ويقويك. امين. ويقدرك. امين يا رب. ويسعدك. أمين. ويكبر بخاطرك زي ما جبرت خاطرنا كلنا. شكرا يا ريس. لا استني يا ست منال، شوفي عايز اقول لك على حاجه، انا فرصه ان انتم موجودين معانا، وانت تعتبري حضرتك تجربه حيه، يعني تجربه حيه، انت يعني مشيت الطريق ده وشفتيه، ومهم قوي ان احنا مش ان احنا نحلينا المساله بالطريقه ديت، لكن ان الناس اللي بتسمعنا واكيد اهالينا اللي بيروحوا يعملوا كده، وحتى اللي بيشتغلوا معاه، وحتى اللي هم يعني بيعملوا عليهم الايصالات، ما من فضلك يعني ما تقولي لنا التجربه ديت اصعب تجربه. لا قولي لي يعني، انا اسف يعني، شويه تفاصيل نسمعها كلنا، الحكايه دي بتتعمل ازاي، والرقم بيبقى رقم حقيقي ولا مبالغ فيه يعني. انا حضرتك مبلغي كله 45,000، كان الحكم اللي انا بنفذ فيه اكتر من 70 سنه، قضيت اللي قضيته، وجيت حضرتك انت فكيت الكرب ده. بس بنصح كل واحد ما يحتاجش وصلات الامانه دي خالص، ولا حد، ولا يخلي حد يكسره، لان هي فعلا اكتر حاجه بتكسر وصلات الامانه، واكتر حاجه كسرتنا حرمنا من عيالنا وبعدنا عنه. احنا مش مهما نتكلم مش هنقدر نشكر حضرتك على الفرحه اللي انت فرحتها لنا، والامل اللي انت اديته لنا من جديد،
والدنيا اللي انت رجحتنا لينا اللي كنا فقدناها خالص. طب انا هسألك، منك قلت ايه؟ ان احنا نجيب على قد، على قد يعني التزاماتنا، التزاماتنا يعني، بس من غير وصلات خالص. لا بغض النظر، بغض النظر، ليه بتقولي على قد؟ يعني هل انا عشان كده قلت لك عايز تفاصيل ليه؟ ما كناش بنجيب على قدنا، كان كل واحد بيعاند في اللي جنبه. انا ضمنت حماتي وضمنت جوزي بس ما مشيناش على قدنا، بصينا الاكبر من طريقنا وبصينا الاكبر من طاقتنا. طب انا هقول لك على حاجه، انت طبعا كان معاكي زمايلك اللي هم كان نفس الظروف يعني، واكيد سمعتوا في اثناء ما انتم موجودين هناك يعني، سمعتوا من بعض حكايات يعني. ايه العنوان، ايه النصيحه اللي احنا نقولها لكل الناس، ومش بس للناس، لحتى للناس اللي بتشتغل بالتاجر يعني، اللي هم بيعملوا الايصالات، بيديك الحاجه ويديك الايصال، تقولي له ايه؟ تقولوا لبعضكم الاول، وتقولوا للناس اللي هم اللي بيعملوا الايصالات دي، نقول لهم ايه؟ اتقي الله، مش هنقدر نقول اكتر من كده. طب هو ال 45 كانوا محسوبين عليك كام يا استاذه الحاجه منال يعني؟ يعني اكتر من 200,000 ده لكل واحد فيهم، يعني اللي ليه خمسه طالبهم بال 50 وبال 70، محدش يحتاج المبلغ بتاعه خالص. وانت مضيت على كده؟ وانا مضيت على كده. يعني هو الاجراء، الاجراء القانوني، ما حدش يعني، اصل في النهايه المحكمه هتاخد بالورق يعني. أيوه. انت فاهمانه اقصد ايه؟ ايوه. وعشان كده بنقول ايه، طب انا خدت 45، طب امضي على 45، طب لو في فايده تتكتب الفايده وتتسجل بالتوقيت ما دام انت وافقتي، انما ما بقاش رقم يعني كبير كده يعني. ممكن نكون الحمد لله ان احنا مضينا بالتجربة دي، لان كان ممكن نقع في تجربة اكبر من كده. ربنا يحفظك. بس الحمد لله ان احنا مضينا بالتجربة دي. الحمد لله على السلامة، وربنا والف مبروك. الله يبارك. ربنا يوفقكم. شكرا يا ريس، ومهما نقول لك شكرا مش هنقدر نوفي اي حاجة من اللي حضرتك عملتها لينا. اشكري لربنا سبحانه. نشكر ربنا وبعد ربنا حضرتك. هو ربنا. شكرا يا ريس. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيب يا ريس والشعب المصري العظيم والجيش المصري بمناسبه العاشر من رمضان. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا ريس. بصراحه انا فخور باللي حضرتك بتعمله في الدوله بالنسبه للحياه كريمه والمشاريع اللي هي البنيه التحتيه الجديده وبناء شبكات صرف صحي وشبكات ميه حلوه وكهرباء والاهتمام بالتعليم والمدارس. وربنا يعينك يا ريس ويقويك واحنا في دارك ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب يا ريس. شكرا جدا. وانت طيب يا محمد، ما تقعدش، ما تقعدش لو سمحت يعني. انا عايز اقول لك على حاجه، كلامك جميل ومهم ان احنا كلنا كمصريين يعني نعرف ان يعني ان الكلام اللي محمد بيقوله ده يعني كان ضروري، ضروري قوي يا محمد، وانا بقوله تاني عشان الناس تسمعه. ما كانش في حل تاني، ما كانش في حل تاني ان احنا نسيب بعد موضوع الأحداث بتاعت 2011 حالنا من غير ما نغيره ونجري عليه، مع الوضع في الاعتبار انك انت، عايز اقولك محمد، احنا من 2011 للنهاردة تقريبا دخلنا في اكتر من 11 سنة. انا بقولك ان احنا زدنا حوالي 25 مليون او 20 مليون، رقم كبير قوي، وزدنا 2.5 مليون سيارة. طب ده علاقته ايه بالكلام اللي انت بتقوله واللي احنا ماشيين فيه؟ الدولة لازم تتحرك بمعدلات نموها عشان أولا تعوض النقص اللي كان موجود قبل كده أو العجز اللي كان موجود قبل كده في مرافقها. أنت بتقول حياة كريمة، إحنا شغالين في مرحلة وبنتمنى إن إحنا نخلصها قريبا يعني. في مرحلتين تانيين، أنت بتتكلم على حياة 60 مليون، بتتكلم على حياة 60 مليون إنسان عايز تحسن من حياتهم، عايز تعمل لهم صرف صحي كويس. عارف يعني ايه انسان يقعد يعني يبقى البيت بتاعه الصرف الصحي فيه مش ادمي يعني؟ انت بتتكلم مش على اسره ومية والف، احنا بنتكلم على ملايين.
نفس الكلام في مية الشرب، نفس الكلام في الكهرباء بشكل أو بآخر، ثم بقيت الحاجات الأخرى اللي بنعملها. أنا بس هنا بسجل في اللقاء ده معاكم عشان تقولوا إيه، طب ما الفلوس اللي أنت بتصرفها دي كتير قوي كتير. طب أنا هقول لك يا محمد، يعني طب ما الشقة بتاعت الأسمرات كتير كتير قوي كمان، طب ما اللي قبل مننا ليه ما عملوش؟ عشان كتير، بس فضلت أهالينا يعني بيقاسوا. وعمر المجتمع اللي يرضى ان ناسه تقاسي وما يجريش عليهم ويحاول يساعدهم. هقول لك كلام غريب شويه، يعني كتير من الناس يقول لك انت بتتكلم كده كتير ليه؟ لان هي الحقيقه كده، الحقيقه ان ربنا بيساعد اللي بيساعد. ربنا بيساعد ايه؟ اللي بيساعد. اللي بيساعد. طب ما تساعدش خلاص. وعشان كده لما نيجي نتكلم النهاردة، احنا بنتكلم في 300,000 شقة زي اللي في الأسمرات في اسكندرية وفي كل حتة في مصر. كم؟ 300,000 شقة. لو تسعروا النهاردة، سعروا النهاردة ب 300 مليار جنيه. ولا أنا أقول يا دكتور مصطفى؟ لا صحيح، 300 مليار جنيه. يعني لو كنا استنينا قلنا لما ربنا يسهل لنا ونبقى معانا ونشوف الناس زيت بعد كده وهم بيتألموا وبيقاسوا هم وعيالهم وإحنا مش بنعدي عليهم ومالناش دعوة، طب لما عملنا كده ولسه بنعمل، هو إحنا هنبطل عمايل تفتكر؟ لا طبعا، لسه. لا لسه نعمل أكتر وأكتر وأكتر ونحسن على قد ما ربنا يقدرنا. فأنا بس أرجع تاني على موضوع حياة كريمة، أنا بكلمك في 60 مليون تقريبا، بقول أرقام نحفظها كلنا. 60 مليون نسبة كبيرة جدا منهم كان ساعة لما يعني ربنا أراد أن أنا بقى موجود هنا في المكان ده، كان النسبة اللي موجودة 12-13%. ولا أنا ها؟ الصرف الصحي اللي كان موجود في 12%. أنت عايز توصل من 12% ل100%، واخد بالك؟ وحاجات أخرى كتير. فالنهاردة لما نتضافر كلنا، كلنا بنقاس يا محمد دلوقتي عشان الأزمة الاقتصادية وانا بعترف، بس في الاخر الناس البساط اللي زي حالتنا كده يقول لك الايه، البطن ما بتفتش. ما بتتفتش يعني ايه ما بتتفتش؟ يعني اي حاجه ممكن تبقى اي حاجه، بس المهم ان حياتنا الكريمه لكل اهلنا لكل الناس اللي ظروفها صعبه وبتقاسي ما نهوضش نتفرج عليهم. طب الكرم هيجي امتى؟ الكرم اللي احنا بنحلم بيه، انا بحلم بكرم، احلم اقول له يعني طب ادعوا لنا، طيب ادعوا لنا والناس اللي في البيوت الطيبه كبار والناس الطيبين تدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يفيد علينا من بركاته، يعني في الايام الكريمه ديت اخواننا المسلمين واخواننا المسيحيين، دي ايام كريمه جدا جدا الكل صايم، ادعوا لنا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يفيد علينا من بركاته عشان نعمل اكتر. احنا ما بنعملش حاجه شر ابدا، ما بنعملش يا محمد ايه حاجه شر، الحمد لله. هنبقى دايما بنا وتعمير وتنميه واصلاح ومدارس. انت اتكلمت على التعليم، في التعليم باختصار انتوا شفتوا كنت من يومين كده كنت انا موجود في الاكاديميه العسكريه، فكنا عاملين جمعنا مجموعه طيبه من معلمين خدمه 10-15 سنه عشان نختار منهم مديري مدارس. نختار ايه؟ مدير مدارس. الفكره ايه كلها؟ ان احنا قلنا نختارهم ونعمل لهم تاهيل دبلومه لمده 6 شهور ونبتدي، بدل ما نقول ان انا هصلح كل المدرسين صعب، 1.5 مليون مدرس، لكن نخلي النهارده لو انا بقى عندي 500 معلم 500 مدير مدرسه ناظر يعني، ورحت مدخلهم وجهزتهم كويس ودخلتهم على المدارس، يبقى انا حطيت روح مختلفة في المدرسة ديت. وكلمت معهم كتير، قلت لهم تفتكروا أنا مستعد أديكم تكلفة التشغيل اللي احنا بندفعها كوزارة التربية والتعليم لبعضهم؟ يعني تفكروا هل تحبوا ان احنا نخلي بعضكم يدير مدرسة بنفس الشروط اللي احنا ماشيين بيها يعني من غير تغيير؟ كلام كتير قوي قوي بنعمله، لأن التعليم اللي انت بتكلم عليه واللي احنا بنحلم بيه أكتر كتير من اللي احنا فيه.
وأنا بعترف أكتر كتير، بس من غير ما تكون إيدينا مع بعض صعب يا محمد نطلع قدام، لأن ظروفنا صعبة. أنت عارف إحنا عندنا عددنا كام؟ 105 مليون في التعليم، 25 مليون في التعليم الأساسي، 25 مليون، والتعليم الجامعي 3.5-4، مش كده؟ 3.5-4 مليون في التعليم الجامعي، يعني تقريبا 30 مليون على بعضه. ده دولتين ثلاثة مع بعض، دول ايه؟ دولتين ثلاثة مع بعض. انما لو ربنا وفقنا وعرفنا نعمل تعليم كويس لهم قوي، احنا هنبقى في حتة تانية. فانا سعيد بكلامك الجميل، وكل سنة وانت طيب. حضرتك طيب، شكرا. وفي ختام يوم مليان بالدفء والمشاعر الإنسانية الجميلة، بنشكر رب الأسرة ورئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التقليد الطيب. نستأذن حضرتك يا فندم في كلمة ختامية في نهاية هذا الحفل. أنا مش هقول كتير أكتر من أنا مرة تانية أنا برحب بيكم وسعيد أن أنا موجود معاكم، ودائما أيامنا تبقى دائما إحنا كلنا مع بعض، وبقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. ويمكن الكلام مع بعض اللي أنا قلته من أوله لآخره، سواء مع يعني لوران أو يوسف أو الحاجة نعمة أو الحاجة منال أو محمد، يعني هو أن احنا دايما كأسرة واحدة، أسرة مصر، لازم يكون أولا عندنا أمل كبير، في ثقة كبيرة جدا في نفسنا، لأن اللي اتعمل بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جهدكم كتير قوي. طب ولسه شغالين؟ طبعا لسه هنعمل أكتر إن شاء الله، في ظروف صعبة مفيش كلام، لكن الدنيا ماشية، وإحنا عشان نخلي الدنيا ماشية في ظل الظروف ديت، شوفوا اللي هي عايزاه، شوفوا اللي هي عايزاه. حاضر حاضر، أنا أجي أسلم عليك، أنا حاجة أسلم عليك والله. طيب حابب أوضح لحضرتك، النهاردة بفضل الله المدرسة لو هي بتعلم، فأصول الثقافة برضو بتعلم، يعني مراحل تعديل الثقافة للأطفال عشان يوصلوا بناتج زي اللي حضرتك شفته مع أولاد حضرتك اللي انت شفتهم هم داخلين. هم دول ولادنا فدد. طبعا ولادنا دول بيوصلوا رسالة لحضرتك، الطفل ما بيعرفش يجمل في الكلام. صحيح. عشان كده ما باجي أقعد معهم ويعني أتناقش معهم كأب، لأني أنا ما بسيب ولادي في المدرسة، برجع بعد كده ألاقي ولادي في الموجودين في قصر الثقافة، ما باجي أقعد معهم بيوصلوا رسالة لحضرتك، بيقول لحضرتك اللي احنا بنشوفه هو مش صورة يعني خيالية، لا دي صورة طبيعية. فاسمح لي بالنيابة عنهم بكل صدق وبكل احترام، بصراحة أنا يعني النهاردة فعلا بشوف سيادة الرئيس الإنسان البسيط، فبصراحة أنا أحيي حضرتك شكرا عسكرية جدا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تفضل استريح. فأنا بشكرك وبقول تاني مرة تانية إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل الأيام ديت أيام كريمة ومباركة علينا كلنا. الصيام اللي احنا صايمينه المسلمين والمسيحيين ده معناه حاجه جميله قوي. نعم اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتشرفنا بوجود حضرتك في الاسمرات. متشكر. انا اسمي منال صالح، جايه من منطقه السيده زينب. لما جينا وشفنا الاسمرات كان حلم ما كناش نتخيل ان احنا نحلمه في يوم من الايام. انا لو هتكلم عن نفسي، انا عندي 36 سنه ما شاء الله، بكالوريوس تجارة، عمري ما فكرت أشتغل، كان بيتحقق بالنسبة لنا فرص عمل في كل الأماكن. بدأنا نحلم وحضرتك اللي خلتنا نحلم. أنا بتمنى من حضرتك طلب واحد بس. فضلي. فرص عمل للشباب. طيب يا أستاذة منال، فضلي استريحي. فضلي. شكرا. فضلي. أنا عايز أقول حاجة جميلة جدا. أنت عارفة مثلا كل سنة تقريبا، يعني منذ أنا توليت المسؤولية لغاية النهاردة، عدد الشقق اللي ممكن تكون، أنا بتكلم اللي الدولة يعني مش المطورين العقاريين ولا يا دكتور مصطفى، احنا بنتكلم في 2 مليون وحدة، مش كده؟ 2 مليون وحدة، ويمكن يكون ربعهم أو أكتر شوية بيعملوه المطورين العقاريين، غير المساكن اللي بيعملوها الأهالي. يعني أنا مش بتكلم على، بقول إيه؟ بقول إن ده فرص عمل في كل الأعمال اللي مرتبطة، وهي مهن كتير قوي بالمناسبة في اللي احنا بنتكلم فيه ده. وهنا النقاش لينا كلنا، يتقال إيه؟ طب أنت بتعمل ده ليه؟ أنا بخلق فرص عمل
للناس دون أن أدخل في موضوعات معقدة جدا جدا. لكن لو أنا النهاردة بعمل مشاريع زي البنية الأساسية اللي بنتكلم عليها ديت، المواد بتاعتها موجودة في مصر في الغالب يعني، فبتشغل مصانع كتير 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 وبتشغل ناس كتير في الموضوع. وبعدين برضو احنا ماشيين في سكة ان احنا يبقى عندنا شغل تاني. انت عايزة 700,000 فرصة عمل في السنة، دول اللي هم بيتخرجوا من الكليات، مش كده دكتور مصطفى ولا انا؟ طب في كمان جمع منهم قد ايه من الدبلومات والكلام ده؟ يعني 1,000,000 فرصة عمل في السنة. عارفة 1,000,000 فرصة عمل ده يعني ايه؟ ده رقم ضخم جدا. الدول عملاقة ما بتقدرش تعمل ده، رغم ان هي ما عندهاش النمو السكاني بتاعنا، لكن احنا بالرغم من كده بنحاول بدليل. احنا نسبة البطالة عندنا 7.4%، ودي نسبة تعتبر بالنسبة للدول كتير، يعني نسبة تعتبر في ظل الظروف الاقتصادية اللي هي الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي تعب الناس دي، تعتبر نسبة كويسة قوي. طب عايزين نقللها طبعا ونعمل فرص عمل أكتر بكده طبعا، ما فيش كلام. طب على كل حال الحمد لله أن أنت ارتحت هنا، وإحنا ماشيين في برنامجنا وبنحلم، وثقي من أن ربنا سبحانه وتعالى بصبرنا وجهدنا وإخلاصنا وأمانتنا وشرفنا، لازم تعرفي أن المسيرة دي هتكلل بفضل الله سبحانه وتعالى بالنجاح، بفضل الله سبحانه وتعالى. كل سنة وانتم طيبين. حاجة سلم على حضرتك.